احنا اليوم كرجال طلعنا في مسيرة احتجاجية ضد مناهضة العنف ضد المرأة. نحن كرجال مع حق المرأة ومع التساوي بين المرأة والرجل، إن المرأة لا تشكل فقط نصف المجتمع بل تشكل كل المجتمع، حيث أن القسم الأول أو الطرف الأول من المرأة يقوم بتربية الأجيال، والطرف الثاني أيضا يقوم بالنضال ضد الاحتلال وضد الغزاة وضد الظلم. كما تلاحظون وإيمانا من رجال عفرين والشهباء الذين يعيشون في مناطق الشهباء بأن المستقبل للمجتمع ومستقبل المجتمع في حرية المرأة في وقف العنف بكل أشكاله مقابل المرأة. على هذه الأساس فاتفق رجال عفرين والشهباء أنه يقوموا ضمن سلسلة الفعاليات التي تم تنظيمها في هذه المنطقة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يكملوا هذه الفعاليات بفعالية خاصة بالرجل. يقولون أن الرجل مع حرية المرأة لم تكن زوجته، فما رأيك بهذه المقولة؟ مقولة خاطئة وتدل على مدى الذهنية الخاطئة والذهنية المريضة، الذهنية المعتلة التي لا تعرف ولا تدرك مدى أهمية حرية المرأة. المرأة هي الأم، هي الإنسانية، هي الحياة، هي الوجود، هي توازن الوجود، هي توازن الكرة الأرضية، بمعنى الكرة الأرضية التي نحيا عليها وفيها. ندعو أنه انتهاء العقلية الذكورية وعودة المرأة إلى دورها، إلى ما كانت عليها، ليعود المجتمع إلى وضعه الطبيعي والصحي. ونحن نؤكد أن إدارة العنف بحق المرأة هو تحريرها وتحريرها، هو تحرير للمجتمع، فكل الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة من قبل الأنظمة ومن قبل المجاميع الإرهابية المسلحة. فنحن مع حق المرأة ومع تحرير المرأة، لأن تحرير المرأة يعني تحرير الإنسان وتحرير المجتمع وتحرير جميع الشعوب. لا للعنف ضد المرأة، نعم لحرية المرأة، نعم للمرأة الحرة المناضلة. المرأة تساوي الإنسانية، الإنسانية إذا لم تكن فيها مساواة وعدالة بين الجنسين يعني أن الإنسانية في خطر. في هذه المناسبة نستنكر كافة أشكال العنف بمواجهة المرأة، لأن هذا العنف هو عنف بمواجهة الطفل، بمواجهة المجتمع، بمواجهة البيئة، بمواجهة الحقيقة والوجود. ندعو جميع العالم لينضموا إلى ثورتنا، لأن العالم سيعيش حياة صحية بتحرر المرأة أينما كانت وليست في روجافا فقط.